ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى نلعب لعبه ذا انر ستيكمن كوليكشن. يلا ندخل يا جو بسرعة. احنا دلوقتي في اخر حلقة من هنري ستيكمان، زي ما انتوا شايفين احنا لسه مكملين القصص. لسه مخلصين ده، وهو المجوهر حكاية المجرمين. حكاية ان انا رجعت مجرم، حكاية ان انا ايه في القوات الخاصة، لسه قابض على زعيم العسكر. هندخل عند الصياد، وحكاية زعيم الطبات. نبدأ بده يا مسهل. لما قبضت على زعيم العصابة وخدت الدبابة، ولما غادرت بالبيت. ايه ده؟ لسه هقول يا مسهل، لسه جاي يا مسهل. الدراع اليمين بس اتغير يا جماعة. انت عارفين لما تحدد دراع اليمين، لما انا قبضت على زعيم العصابة وبقيت زعيم الطبات، هتلاقي الدراع اليمين بالشكل ده، فاهمين؟ الدراع اليمين هتلاقيه اتغير اخر كلام. ممكن نختار حاجات كتيرة. عندنا الريموت ان احنا نشده، عندنا السحر، هنستعمل الريموت. دوس على ايجكت تخلص. يا ساتر، بس هنا هلاقي امونجس. ايه ده؟ هنا اللي مش الامبوستر. لا راجل، واخد شبه امونجس، لعبة امونجس. طيب لو دوست على الريموت هتلاقي نفسك اتخلص منك بدل ما يتفتح الكلبشات. طيب هنشده. ما فيش فايدة. بس عشان انا في مرحلة الصياد. طيب نختار ماجيك سبيل. زندر 3. يبي يا لهوي، بس شال الكلبشات. عندنا اربع حاجات. عندنا الكماشة، عندنا البتاع اللي بيفتح الباب، عندنا الطاقية المعدني، عندنا المسدس الري الملت ري، وفي القنبلة. نجرب الكماشة. ما فيش حاجة تتفتح بيه. الحاجات دي بتتعملش غير لو ما عندكش مفاتيح ممكن تستعمل الكماشة. بس ايه، عندكش كماشة؟ بقولك ايه، هندوسه حتى لو اخر الزمن كده. مفيش، دوس تاني. اخر مرة ادح حط اللي قفل. طيب افتح يا عم بسرعة. عملنا انا اعمل حركة نفس. قال لي حركة تاني بدل اللي انت فيه. هقعد العب بالكماشة عشان ايه اعرف افتح. عملنا انا هلعب بالكماشة هلاقي زعيم العصابة مسكني. انا ليه ماسك بعمل انا ليه بدوس على الكماشة؟ ايا يكن، ندوس على قنبلة. معناه ايه ده؟ يبي استنى. يا لهوي، الباب اتفتح. بس عشان انا ايه استعملت وانا جوه. استنى، قال استنى. ملتري. ايه ده؟ الملتري مالتد. بص، حتى طايل معدني. لعبة سوبر سماش. يلبس الطايل معدني عشان نعرف يقاتل. هنري هرب. اوكي، اوبا الدرع اتشال. هناك، اقفل. عملنا يرطو، هختار لأي سلاح. اوكي، اجمد اسلحة دي ولا ايه؟ عندنا البندقية، الاندر بريل جراند لانشر، بتاعت قنبلة تضرب قنابل، مسدس بيو بيو جان. انت بتهزر. شايفين؟ بيو بيو جان جان.
المسدس ده بيعمل ايه؟ وفي اكبر سيف، نستعمل اكبر سيف. ارفع ازيكم. يا لهوي السيف اتحشر، ما اقدرش استعمله. طيب ده ممكن دراع اليمين يستعمل السيف ده. طيب هنستعمل القنبلة. ذكي. ثانية واحدة. برشوت. ده انا ضربت، كان لازم استخبى بس ايه على طول. هنستعمل بيو بيو جان. مسدس بط. ده العب ده مان. اوكي. الناس بيموتوا. انا ليه بعمل كل حاجة هنا؟ بس عشان هو زعمل عصابة دلوقتي. You should have stayed in your cell. بس عشان الدراع اليمين ايه؟ هو زعمل عصابة دلوقتي. بص هنعنقله. انت دلوقتي كيوت. هران ضرب يا ابن اللذينة. عندنا الهاردن. بس عشان اطوب وهو معدن. عندنا النانو سوت ذا ايرون مان ماركة 50 اللي بيلبس ايرون مان. يلا بينا ندوس عليه. لبست ايرون مان بالظبط. ده انا اقوى. ولا ذا ايرون مان. انت هناك. اي اتصبت بس انا مكمل. هجيبني اختار على طول هيد شوت. طيب هختار ايه؟ درع. يبي سوبر سماش. والله قلت ان النهارده سوبر سماش. ايه ده ملحقتش اختار. معلش بس عشان زوري وجعاني كمان مش فايق. بس انا قتلت دراع اليمين بالصاروخ الصغير. طيب والله العظيم ما لحقت اختار. طيب انا اضرب ضربه ارضيه. دش نزلت السفينه. شيف دراع اليمين قال عليه شيف دلوقتي. اوكي طيب هو فينه دلوقتي؟ هنختاروا اي امكنه. امكنه ممكن نرجع بيها او نعمل طريقه. بص عندنا القمر الصناعي ده وده وده، وعندنا كمان ان احنا ننزل الارض. ننزل الارض. يبي توست. يا لهوي اتقلب توست. بص هنستعمل القمر الصناعي ده. ايه ده؟ Yeah, it's me again. We're picking up a data stream from our broadcasting satellite. يحدد أكيد، يحدد موقع. Yeah, just keep saying attack, 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 attack. Fire, shoot the laser. يضرب أي كلام. It just stopped. عشان كنت مشغل الجهاز فعرفني إن أنا هناك ف شلني. هنسمل ده. أوكي. يلا نضربه. يا ساتر ضربته من ورا. كان لازم يضرب من قدام. ايه اللي جابه اللي خلاه يضرب ورا؟ ايا يكن هنستعمله ده. الكورة كرة قمر صناعي. تحديد الارض. اسف على المقاطعة بس في حاجة هتنزل علينا. ايه؟ اطلع من عندك. يبي يا لهوي شلت نص السفينة. اكتملت المهمة بتاعت الصياد. الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ وده اتبهدل بس لسه عايش. He took out our central core. We don't have any power. النور اتقطع. اقول لكم ازاي بيتنفس عشان هو لابس درع. بس عشان ايه اتبهدلته. طيب رجل
راجل حر دلوقتي. عندنا ايه ان احنا نستعمل، لا مش هستعمل ده دلوقتي، هنستعمل الصياد تاني. اسمع البيت عشان احنا كنا قادرين بيها دلوقتي هتساعدنا. اهو شايفين الخناقه، لسه متخانق معاه. طيب لما هربت بالبيت. استنى، انت عندك تانك؟ عندك دبابه؟ عشان لسه بحكي لها على الدبابه وانا كنت صياد. لسه سرقوا من الضباط. Criminal organization, right? And you cross them, huh? We gotta put this bad boy to use. What do you say we hit him again? I don't know about you, but I'm running pretty low. طول ما انا صياد. كاش. Great. I'll get على طول. يوم واحد قبل الاقلاع. فضل يوم على الاقلاع. هالدبابة. هنهجم على الطبات ونسرق منهم مليارات. خطتهم ان هم ايه؟ يجمعوا حاجات، الحاجات اللي في القطر اللي انتوا شايفينه هيحطها في الصاروخ، وبعد كده ايه يطلع فوق يعملوا رحله فضاء بالقمر الصناعي اللي انتوا شايفينه ده. بس كنت عايز اقوله لكم الحوار ده، بس يلا اهو هنبدا هجوم. بص هناك، هو ده. دخلنا على الاكشن. اوبا على طول على اكشن. اوبا انت فكرناش على كده، بنضرب سيوف. طيب هنختاروا ايه؟ سيوف. صد صد صد. يمي يا لهوي، قعدت اتخانق معاهم بالسيف وايه ونسيت البيت. عملت يا لهوي قتلتها. طيب هنستخبى. يا لهوي ده انتوا ما شفتوش، ده اكيد التانك الله على التانك ده خبطنا حتة خبطة. طيب نختار ان احنا نضرب نار. الله عليك الضربة، بس انا قفلت عليهم السكة. وقفت قطر. يا لهوي يا راي يا ست، القطر اتعمل حادثة ما اقدرش اوقفه. هيعمل حادثة بس الدراع اليمين رايح لنا، خدوا بالكم. هنا منقص على الفكرة الذهب، هتلاقوا جوه الذهب منقص. عندنا ان احنا نطيروه، عندنا ان احنا ناخدوه بالمحفظة ونشوف قوتها ايه. نشوف قوتها. يا حلولي البت مطيراها. يا لهوي طب هنعمل ايه؟ هذا هناخدوها اصلا. طيب نختار المحفظة. عملنا الليمبو، هنبقوا اغنياء. يوي عملنا الليمبو، هنلاقوا الدراع اليمين جلنا. عندنا البالونة اهو. يوي طب هنحركوها هنحركوا ده بايه؟ هنفضل طايرين كده. عندنا الحاجات ايه ده؟ والله ما اخترتش. يخرب عقله دلوقتي. عندنا اختيارات مختلفين، عندنا قوقعة، عندنا الند، عندنا الابرة، عندنا ومبو كومبو. يلا بينا نستعمل بتاع ماريو. كفاية. اوتش، والكلمة اللي تحت برضو اوتش، يعني كلمتين اوتش اوتش. نستعمل الابرة. انت بتعمل ايه؟ والله ده انت ذكي غبي وربنا. نسي ان الدراع اليمين بيعرف يطير. لا اصلا اول مرة يعرف ان هو يطير. ايا يكن هنختاره ايه؟ الومبو كومبو. ستيك مان. حركة ايه؟ كابتن فالكون عملها اخيرا. يخرب عقله. طيب مفضلش غير رجله. والله ينفعنا رجل الدراع اليمين، اديله على طول. ميشن كومبليت، اخدنا رجل الدراع اليمين، عولنا المكان لاجل. بص عايز اوريكم حركة. يا لهوي استنوا، بص على الشمس. يا لهوي
استنى. مبروك عليك الغنى، مليونير مليونير، بكره تبقى مليونير. اهو دخلنا على الصياد بعد ما ساعدتنا البيت، هنجيب ولا ما عملنا نفسنا ميت؟ معرف الحب. اهو لما كنت عامل نفسي ميت حسبت الطبات. صح، بعد الصاروخ اقلع، مع المصاروخ اطلع كنت انا عملت مي... عملت نفسي ميت. والله بيزعل الخبر قاعدين يحكوا عن على حكاية الطبات. قاعدين يروت وانا بتصنط. حاسب يا عم اصلا ولا اي حد يعرفني. اوكي اوه سرقت منه الخطة. اوكي يوم واحد قبل الاقلاع عندنا الدبابة دلوقتي، في ان احنا نضربه، في ان احنا نهجمه، في ان احنا ننضم اليوم. بصوا نضرب نار اديله، ضربتها في اسوأ مكان، ضربتها بعيد جدا. هنختاروا ان احنا ننضم ليهم. نفس الاغنية بتاعت لما كان مع البيت. ما يتفهمش. طيب نهجمه. حد واحد بدبابة هجم على القطر بس شلت الناس. هبدأ يهاجمنا. اوكي اهجري. بص هنختار حاجة بسرعة، انهم ننط على العربية. الحقني. لا راجل تن كمان. نو فري رايدز. طيب في ان احنا ولا حكيت مش اختار، كنت عايز اتاكد بس عشان انا عندي لجلجة شوية. يا ساتر. جهز الاسلحة عليا. طيب هنعمل ايه؟ نجرو حركات. الله عليا. دخل بعد عني. انا لازم اعمل اي حاجة ده والله. اوكي ده ركن. الله احلى حاجة قفلت الباب، كسرت اليد. يا لهوي بل انت اللي عملت مشاكل. يا لهو على البندقية. اوكي دخلت جيم ميك ميك بيت. بص احنا هنهاجمه على ميك بيت. هذا ضربة. لا 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 لا. الله يرحمك. طيب في الفليتك بريب. لا 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 سنايبر فجرهولي. طيب هنختار ده. ميرسي سبير رحمة. مش هيسيبني بحالي. يخرب عقله سب ليش رحمة وربنا. او ميرسي مي ارحمني انا. طيب الايتم المراية، نستعمل المراية. لا لا انا استعملت المراية فقتلته. اوكي شلنا شيل. انا الراجل ده من ساعة ما جه الكورونا لابس الخوذة. اوبا في ان احنا نرموه عند الطوب في البحر وفي الهواء. يعني ممكن نكمله في الهواء، ينكمله في البحر، نكمله الطوب. سلام. وصلت عند قاعدة الطبات وفي نفس الوقت اتخبطت. يا ساتر. في عندنا الهواء. حطيت له صوصة. استنى. يا لهوي شايفينه؟ استنى هوريكم فينه. يلا يلا. بس شايفين الشمس؟ يا لهوي
عندنا المية. ايه ده؟ مركب. This is pretty bad. سلام يا صاحبي. سرقت منه البتاع. يبقوا قابلوني يا حبايبي. اوكي رحنا سكة تاني. ما عاد عنيهم. انا صياد بس في نفس الوقت حرامي. لا هو ندور وما لقيناهوش. حتى الدراع اليمين اتصل. اوكي يعني معنى كده ان انا خبيته في حتة بعيدة واخد الفلوس اللي على مزاجي. ليتل نستي. هكمل حكاية الصياد على حكاية ان انقذنا صاحبي في عصابة الحيطة. اوكي تقدم. والله حوار كبير. كان بلعب لعبة تحقيقات ولا حاجة. هنري ستيكمان تشارلز كالفين جنرال وشخصية اسمه الضفدع وقال وسحلفة اسم غريبة. قربنا نوصل لقاعدة التوبات. فضل ساعتين على الاقلاع. وصلنا مكانهم بس ايه؟ بس فضل ساعتين. اهو الراجل الخبرة في الصياد. خبرة الصيد. اه وصلنا القاعدة. بس هيكون معانا ناس على الفكرة. تمام. وقت ان احنا ننزل للدكتور. يا مسهل. بيبي. والله مغامرة وربنا. طول ما انا الصياد. هنقولك مهمتي هو يا جماعة. ان انا هقبض على الدراع اليمين. اللي هو تعمل عصابة جديد. اخراج. والله كأنه فيلم وربنا. فيلم فعلي. اهو. الراجل اللي انتوا شايفينه ده. مسمينه اسمه ضفدعة. اسمه ضفدعة على فكرة. لقبينه. في اتصال. هنري. Glad to see you safely. Let me introduce you to your squad. First off is John Pilkson. He's been doing this for 30 years and he excels at stealth. He'll be your go-to man for anything involving stealth. في لعبة كده كنت لعبها قبل كده بس مسحتها بس عشان ماليش في الاحتراف الالعاب دي بس اسمه ايه اكتبوا لي في التعليقات اسمه اللعبة دي اللي انا بلعبه كأنه بلعبه معانا ايل ومعانا سحلفة ومعانا ضفدع اللي هو راجل لابس عصابة راس بتاعت راس اهو الراجل اللي اسمه ضفدع شايفينه؟ هو الجنرال. بس كأنهم انمي. انمي الناس اليابانيين وربنا. انت بص على وشوشهم ايه؟ التوبات. احنا اخرنا ان احنا نقبض على الدراع اليمين. Seems someone's fixed him up and given him cybernetic enhancements to boot. It'll be quite a handful to deal with. So we're just cleaning up another mess. Well, it is what you do best. Your mission is to capture or eliminate the right hand. احنا نقبض على الدراع اليمين. هو قبل هو قاعد على فكرة تعمل عصابة. بدل تعمل العصابة الأولانية ريجنال. That's why we're sending all you. Oh, Henry. عندنا طريق لازم ندخله بأي طريقة فاكرين الأمن هنتصرفوا معاه بأي طريقة عندنا ده ان احنا نكتفوه عندنا ان احنا نزحفه عندنا ان احنا نحاولوه هنجرب الدانس اوف يخرب عقلك ما يتفهمش دو نوت بص انا هتزحف هبا قفشني طيب هنكتفوه يلا يلا هو اللي كتفني are you alright انت تمام unswear me انت سمعني هنري
اكيد فرج اللي كل كده فرج اللي هو ضفدع. طيب هنختار ان احنا نحولهم ما بيننا. استنى استنى ولولو على طول البيت ضابط. يا لهوي حركة ممتازة. أمنا هنا أمون قصة الأحمر هنا على فكرة. هل من الناس دول؟ أوه شايفين دراع اليمين؟ قصة المراقبة. احنا إذا كده نقبض عليهم أهم احنا هناك. أوه من قبل ما نبين نفسنا. اه القوات الخاصة قاعدين. انا مع البوليس. عندنا البتاع دي عندنا نحن نكتفوه نطلع من مسدس ونوديله رقصة. ما نوديله رقصة يخرب عقلهم ما بتهناش بالرقصة. طيب انا سامع البتاع ده قنبلة. اهو تمام قتلت نفسي. طيب هننط عليه. اجم عليه كلنا ننط عليه حتى العصابات كفاية. الدراع اليمين شالهم شيل. طيب عندناش غير المسدس. هنقعد نضربه في الدراع اليمين. والله يستنى ان هو مأمن. شال الفرج والسحلف وقال انا شايفك هنري. يا لهوي هو عارفني بس عشان اتحدته قبل كده. ده اخر خناقه زي ما انتوا شايفين. على ركبتك وريني اللي عندك. في حركه كومبو وفي حجره ورقه مقص وفي الانفجار وفي الرقص. هجرب الرقصه. يخرب عقلك ما بكملش. الله ينام ما بكمل. في حجر ورقة مقص ما اتفقناش على كده. ايه ده؟ الليزر بتغلب المقص. انت بتهزر. انت عندك حجر ورقة مقص ليه لازمة الليزر؟ يا لهوي الليزر. استنى ولعب ازاي؟ بيد اليمين بيد اليمين بس عشان يعرف يضرب. والله ما عادل كان لازم يلعب بيد الشمال. طيب احنا هنفجروه كده. بقيت مقبرة على طول. في حركة الكومبو. دي 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 سايبر نت. اوبا حد شافني. ده معز ريس ان هو ولا نخلو واحد ما بيننا او نستعمل زمارة او نديها رقصة. نديها رقصة احسن. الله يخرب بيتهم. صعبت كفاية بقى حتى الرقصة منافع. هنستعمله ايه؟ ننهو. قتلناه اخيرا. ريحنا منه. قتل الريس. ايه ده؟ الراجل بيجي دلوقتي تعمل عصابه بعد ما انا شلني. يخرب عقلهم. طيب هنحولوه ما بيننا. الله نصلحه. فجلنا. لازم نوقف خطط الطبات. والله بيجي معانا الحمد لله. عشان ازرق. التوبات انتهى. ممكن تحدد على الفكرة هو كان خير. تراجع يا هنري. يا رايق انت بتعمل ايه؟ انت رئيسنا. ايه ده؟ يخرب عقله. الصاروخ اقلع. على الفكرة انت عارفين الاعداء. انت عارفين الاعداء لما الابطال بعد كده ايه؟ الابطال بيقول بيفكروهم على الفكرة كأنه زي الابطال. هم ابطال بس لما بيتحولوا اشرار بيحاولوا يرجع لهم ذاكرتهم. فالدراع اليمين رجع ذاكرته للشر فيبي شال نشيل. عندناش غير ايه؟ الزمرة.
فوق يمين شمال تحت شمال يمين. أغنية تشارلز يا راجل كأنه لعبة لينك. اوكي تم القبض على دعم العصابة الثاني اللي هو الدراع اليمين. اتصلنا بالطبات دلوقتي. اوكي man, I'll lead us through this. No, I will. He's anywhere there. We need to take off immediately. Who put you in charge? Got another group that's coming here. عاملين صوت دراع اليمين بس عشان ايه يبين ان هم ما يسمعوش كلامه. اكتملت مهمته يا لهوي. كانت مغامرة وربنا. كده احنا خلصنا مهمة الصياد. حلقات الصياد بالكامل اللي انتوا شايفينه. ده انا ممكن ابقى محترف. بص عملت ايه. اولا زعيم العصابة، ثانيا دراع اليمين. في اعداء مختلفين بس هنخلوها في حكاية الصياد الجديد. خلصنا ده. لو انت لسه جداد معانا لو حابين بصوا اللعبة دي اخر اللعبة على فكرة. هقول ازاي هستمر واصلا ايه كده خلصت. طيب والله العظيم انا محتاس وربنا. اتمنى انكم تنزل تشتركوا معنا في القناه. شايفين الحته دي عند الخلفيه بتاعت الزراير، هو زرار الاشتراك او المجوهره، واللايك هو ده حكايه الصياد او ده. طيب هنختاروا ايه. حكايه ان انا بقيت زعيم العصابه. كاتبين لك هنري زعيم العصابه، زعيم عصابه الطبات. دراع اليمين اتهزم. غدرت بدعم غدرت بالقوات الخاصه. هنختاروا ايه. لا زر معمول للاسف. هنختار لما غدرنا بالبيت. هدينا نبدا يا مسهل. اهو فحكيت معروف بس ايه بقيت دعم العصابه وغدرت بالبيت. اوكي قبل ما يبدا الاقلاع بثلاث ايام. هدينا ننزل. اوبا شفتوها. هدينا وصلنا. اوبا انت عايز تعرف حاجة؟ الواد ده سابني. ايه؟ وانت مين؟ انت ازاي دخلت هنا؟ انا ايلي. انا ساعدت الواد ده اللي انتوا شايفينه بس هو ايه؟ كان لازم يساعدني. ساعدته للهرب بس غدر بيا باعني. ايه؟ هو انت ما عندكش شرف؟ الواد ما عندوش شرف وربنا. ما عندوش الهانر. يا لهوي. مش هيخلوني قائد على فكرة. انتوا عارفين زعيم العصابة يا جماعة؟ لو انتوا بقيتوا قائد او زعيم العصابة، الشخص اللي انتوا نفسكم تساعدوه او يساعدكم بلاش تغدروا بيه. فبصوا هيوصلكم ليه. ايه ده؟ ايه ده بالنضارة واللوش التخين؟ بيتفقوا على ان هنري هو بريء. يلا في داهية. رميته. اوبا رفع لي السلاح يخرب عقلها. عندنا المنشار، عندنا ان احنا نسيفه. فاكرين حكايه اللود دلوقتي احنا نسيفه وفي ان احنا نعتذره في طاقيه طاقيه هليكوبتر. نسيف المنشار. دماغك ناشفه. اقول لكم مفكرينه ايه؟ مفكرينه كرتون وربنا. لو كسر الخشبه ممكن هو ما يقعش زي توم وجيري. بس هو ايه ده احنا فعلا في الحقيقه. اما انت دماغك ناشفه. هنستعمل السيف. هنسيفه. يا رجلي يخرب عقلها. من ساعة ما انا سيفت اتبهدلت. طيب هنعتذروا لها. مش هتسيبني. ما بترحمش. كانت هي بتسيبنا على الفكرة بس دلوقتي مش بترحمنا خالص. دلوقتي عندنا طاقية الهليكوبتر. سلام. ايوه عرفت طريق مختصر. ايه ده؟ ديف! نفس الراجل الامين اللي في اللي في المتحف ونفس ضابط الضابط اللي قبض عليا. عايزين نخرج زمايل هنري. في الطاقية بتاعت ماريو. وفي كريستالة العجل. في ديف. ممكن نستغله ديف، هو يساعدنا. مش هنستغلوه. هنستعمل التوبي. اتحكمت في جسم الراجل. فتحت لهم. عملت ايه في هنري؟ يا لهوي!
انا هنا على فكرة سيطرت على جسم الراجل، بس مش مصدقين دماغهم ناشفة. وربنا انا استعمل الكريستال. اوكي حتى المفاتيح. طلع سجنة شلوب. شلوب كلمة سر مسدس. شلوب كلمة السر. غش بتاع هنستعمله ديف. انت جدها يا ديف. خد ده. Good teamwork. كعمل جماعي. والله كتر خيرك يا عم ديف. هو قبض علينا بس ساعدنا. اوكي. ما بقيش قائد الطبات. امال مين اللي هيبقى؟ اكيد بتعمل عصابة من تاني او ايلي. ايه ده ديف بيبص كده ليه؟ عندنا البتاع. عندنا ده. ثانية واحدة. هنعمل خطة ليل. مفاجأة ليل. الساعة 12 بالظبط هنبدأ الاحتفال. اوبا جنابل. هنفجر كل حاجة بس امونج اس هنا. هنفجر كل حاجة في الساعة 12. دلوقتي! نبي! شلنا السفينة شيل. شلناهم شيل. طيب هنستعمل الخطة دي. هنكمله. انا لسه قاد كده كفايه قوي. يا لهوي شالهم شيل. دراع اليمين ما بيرحمش. وربنا هنختاره ده. هندخل البتاع دي. هنهرب على فكره. هربنا كلنا. اوكي بالتاكيد ان احنا هنفضل عايشين. كده اكتملت المهمه. يبي يستنى. اوبا وات واز ذات. الدعم العصب والدراع اليمين ماتوا. طب هنعمل ايه اصلا؟ ايه دعم العصب والدراع اليمين ماتوا هما الاثنين في نفس الوقت. ايه اللي دلوقتي هي دعمت العصابه؟ والحرب ده اتقلبت حرب اهليه. وربنا اتقلب حرب اهليه. شفت الحرب الاهليه ما بين ايلي وهنري؟ يا لهوي حوار. نخلي ايلي بالمرة تنضم لينا. Preparations are nearly complete. Should be able to launch within the hour. لما بقيت دعم العصابة وانقذت البيت. So this is the Top Hat Clan secret. هذه جماعة الطبات السرية. مكانهم السري. What happened to that guy? من الراجل Henry. اللي هو ايرون مان. ده دراع اليمين. ده دراع اليمين اللي انت شايفاه وانتوا فاكراه ايرون مان. خدوا بالكم انا دعم العصابة. انا مسيطر على دعم العصابة. و ايلي قال ماشي. حولتها حرب اهلية اللي انتوا شايفينها. اوكي خطتنا ان احنا ناخد الادوات اللي في القصر نحطها في الصاروخ ونقلعه. نعمل رحلة فضاء بعيد عن الارض. يعني في اكل وشرب ونوم بس في الفضاء. ايه ده؟ في ايه؟ هنري شيف. مفكرين ريجينالد. معرفش انطق اسمه. ده عامل العصابة اللي انتوا شايفين الاولاني. كان الكل بيقول على شيف. انا دلوقتي هو انا الشيف. اقلع الصاروخ خلال 5 دقايق. اعمل اي حاجة. في سوبر بانش. وفي خطاف. وفي تحديد الهدف. نعمل البانش. يبي. شلت الطيارة. طيرته. طرت انا. طيب والله انا ما عملتش حلقه سونيك ادفنتشر دي اكس. كنت بشبك الفيديوهات بالعافيه. طيب هنبدا تحديد الهدف. هنحدد الراس. هنضربه بجسمه في كل حته. ايه ده كل ده مضرب؟ عندنا ان احنا نستعمل خطاف على طول. يلا طيب اتحكمت بالهليكوبتر. اتقبض على صاحبي. هو بالزعم على صبر بس اعتبر صاحبي. هو اصلا غدر بيا في اخر حلقه. في اخر حلقه اللي انا هلعبها اللي جاي. بس الاول هنستعمل الهليكوبتر. نستعمل الرشاش وممكن اسيبه وامشي. بص هنستعمل الهليكوبتر. Just you wait till my friend gets here. Yeah, sure. Hello! يا لهوي هنري يخرب عقله. انت قلدت تشارلز.
يخرب عقلك يا هنر، عملت نفسك تشارلز. Just you wait till my friend gets here. هنستعمله هنسيبوني مش احسن. نطلع عند قط السواقة. يخرب عقلهم. الرجالة بتاعتي غدروا بيا بس عشان ايه ركبت الطيارة بتاعت القوات الخاصة. طيب هنستعمل الرشاش. شلتهم. بس الطيارة بيقفل. يا لهوي. كنت حاجة. يا لهوي. حاطين جنابق. نقطة تخطيط سريع. عندنا المسدس. عندنا ايه الفلوت. عندنا البومرينج. نستعمل البومرينج. ثلاث اهداف. اي انا اتهدف فيا اتحدفت فيا. طيب بان احنا نطخوهم. كاوبوي 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 عملنا انا عامل حركه الكاوبوي. استنى لغايه لما اضرب هم ضربوني. احنا في عالم واقع مش خيال. طيب فلوت. ايه ده بس اخدت منهم القنبله. يا لهوي. اوبا اوبا هو هالقائد. ساعدني يا صاحبي. الدراع اليمين هيساعدني. تخطيط سريع في ان احنا نتحده وفي ان احنا نستدعه وفي ان احنا نعمله حركات وفي ان احنا نهجمه. نهجم احسن. هنري ما يفهمش. او ماي جاد هي جاست ران ان. هنبدا حركه. الله ستايل ستايل. بس انا تعفش. انا هو تعفشنا. هنستدعو. يلا سامن. هنستدعو. يا لهوي. فاكرين البطيخة اللي كانت في السجن؟ فاكرت الحلقة اللي ما عملت نفسي ميت؟ اوكي. افتح بوك 360. هوبا. يا لهوي. لاست ويك. اخر اسبوع في ان احنا نتعاونوا. يلا بينا اضربني ليزر وانا هعد لهم 100 ليزر. خلص الضباط ب 100 ليزر. انا مسحتهم. يا لهوي. هو ده في دقيقه لازم نوصله. ايه لي محتاجين سواق. يا لهوي ساعدتنا. بيتك قطع طريق. هنستعمل ثلاث حاجات بس الاول. يا لهوي شل خير. بص هنستعمل ايلي. بصوا هنستعمل ايلي. ايلي المسدس. انت مركز على الضرب ولا السواقه؟ انا عملت الحركه دي وعملت حادثه. صح؟ فاكرين في حكيت لما عملت نفسي ميت؟ هنستعمل الدراع اليمين. طيرنا بسرعه. شلنا الراجل بس. احنا قسمنا الصاروخ نصين. طيب هنختار هنري. هو هنري اكتر حاجة القطط بتاع هنري. اوكي شلنا الراجل. اثنين واحد. يا لهوي. اوبا الصاروخ طل طلع. يا لهوي امسك نفس. لسه هنري تحت. لازم نتحركوا. طب ازاي هوصل له؟ يا نهار ابيض. هنستعمل الجهاز ده بسرعة. بتعرف تقلب الجاذبية عندي. يمي يمي بس بسرعة. طيب هنستعمل السحابة. يلا تير تير تير. قربت اوصل. ياه عندنا دبابة. يلا بسرعة اركن. يمي بسرعة بسرعة. الحقوني. اوعى تعملها. والله العظيم مش هسيبك. اوعى. ايه ده؟ هو بيهزر معايا. طب اشمعنى في الحلقة اللي فاتت الثالث حلقة موجعني الغدار. بس المهم طلعنا. عامل لي نفسه ان مش هيغدر بيا قدام الناس. امال اشمعنى لوحدينا؟ غدر بيا. بس المهم اكتملت. شكرا لهنري بس عشان انا انقذتهم. نص الرجالة بتاعته اتقبض عليهم. اوكي.
خلي لي واحدة منيهم. تمام. واو. هو الدراع اليمين عمل شغلانة يا لهوي. ظبط الكلام. ملك التوبات اللي انا كنت بعمل عصابة دلوقتي انا في ان انا عامل نفسي ميت موتة مزيفة. هدا اوكي انا عند محل العصير. هدا القوات الخاصة سكرانين اوي. ادخلت النبيشة باليع حاجة يخليهم ضايعين قوي. يا لهو على الضباط. كويس ان تشارلز مش هنا. ده ممكن يعرفني انا بالقناع. بس عشان انا عملت نفسي ميت. هتعمل ايه انتوا الاتنين هنا؟ لازم اوكي. هدول ضايعين. عرفنا خطتهم المهمة. المهمة مش ركبت وراهم. بس المهم ما يكونوش سامعوني. هقول لكم هنعمل ايه؟ 3 ساعات قبل الاقلاع. قبل ما نقلع. ايه ده؟ رمى دروب يا لهوي. احنا وصلنا القاعدة بتاعتهم. انت عارفين؟ لو عملنا حاجة في القاعدة بتاعتهم ممكن نروحوا عند التوبات سلام. عندنا الحبل. عندنا ان احنا نطلع فوق. عندنا ان احنا نعمل حركة التفعيل ده. تفعيل حركة كده. هنستعمل الحبل. يلا يلا. يلا لا لا يلا لا لا يلا اطلع 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 يلا لا 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 يلا بص هنستعمل ان احنا نطلع عادي ليه لا يلا يلا ولا انا جعت. اوكي ده في لحمة يام 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 ده مش عارف ايه ده انت بتاكل. استنى مش هو كان لحظة 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 انتوا بصوا لما يجي يطلع اكيد اكل كيكاية ولا حاجة. بصوا على مش الخلفية. بصوا شفتوا بياكلوا هناك ازاي بعد شوية جميل ازاي حاجة غريبة. كانش لازم يتحرك. كان الاوبشن بتاعه ولا الادوات بتاعته هو كان لازم ياكل. بس الاول نستعمل الحركة دي حركة الجليتش. امسك الطوبة Heard the new top bad leader's missing. Heavy. 10 bucks says he shows up and stops on operation. اجري استخبى. Alright. عايزين ندخل هنا. هوبا في سنايبر. هنتعامل مع السنايبر ده ازاي؟ في سكينة. وفي جهاز لاج. وفي برتكانة. هنستعمل السكينة. اوكي. لعبة كونترا. يخرب عقله ده شال نشيل. طيب هستعمل البرتكانة ناكله. عندي توأم هنري. اوكي دخلنا. ايه ده انا نسختي دخل مش انا عن نفسي انا مت. طيب هنستعمل اللاج. لجلج ها اضرب. انا عديت على الفكرة بس عمل نسخة مني ملجلج. اوكي واو عندنا 3 حاجات. عندنا البتاعة دي. عندنا ان احنا نتحركوا بالدبابة في التلفزيون نتحركوا بيها. اه ايه مش عارف اسوق مش عارف اسوق دبابة بالحجم العائلي. هنستعمل الكمبيوتر. هنقدر ازاي نتحكم بالدبابة. يا مسهل. يلا. انا عارف الحوار. قدم للاخر. الكمبيوتر نفسه. قدم. الهليكوبتر. قدم. هدوس على الكمبيوتر. انت بتهزر معاه. نفس الفيديو وربنا. داس على الكمبيوتر في الفيديو قبل ان نفس الاحداث. يا لهوي. يا مسهل. الكمبيوتر المرة دي يخلص. لحظة.
واو 54 ثانية بالظبط. قعدت احضر لغاية ده انا قاعد دقيقة بحضر. تحضر قلت تعمل ايه؟ تدوس على الشاشة هتلاقي نفسك وصلت الميشن فيلد. بس عشان ايه ما انتوا ما تضيعوش وقت. عندنا بتاعة التحكم بس هنستعملوها. يا لهوي زلزال. يا لهوي الدبابة شلتهم كده. الدبابة يخرب عقلها. يجري ايه ده؟ يا لهوي. اوكي قوات الفوضى تاني بس مبين. Come in, command. We are picking up minor chaos readings here. Permission to engage. Roger that. Commencing chaos containment. طيب هنختاره. عندنا ان احنا نتصله ونستعمل التلج في البصمة وفي زرار القلب. بص هنستعمل الصوت جهاز الصوت. Come in, Phantom. You've got the all clear. Phantom. اوف ده الفانتوم ده خطير. That's right. Yeah, اوكي يا ساتر المكان هينفجر شكله. يا لهوي حتى طبعا شاف الانفجار. يا لهوي ده لا موت موت. يا لهوي الواحد ما ينساهوش نهائي. في عندنا بتاعه التلج. اها علينا التلج. Ultimate freeze. هلا هوي ده جمد الدنيا وربنا. انتوا مش شفتوش بس قلت لكم ان جمد الدنيا. طيب هنستعمل القلب. يا لهوي لا 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 ده نايسك ده القمر هيجيلنا هيجيلنا يا ناس. يا لهوي ده شال نص الكوكب يخرب بيته. يا لهوي ايه ده كمان ضحك يخرب بيته كمان. عندناش غير ده بس في حاجة هنستعملوها بعد ما نخلص حكاية التبات. بس بعدين هيطلع اوكي هجيب جاب حاجة. هو ايه يا ترى؟ يلا هو على البيضة. كل ده بيضة. يلا هو مليان بلاوي قاعدة ايه ده ازاي بينط الدبابة. شل يا لهوي طر ليش اي فكر بس في عركة كبيرة وربنا. يا لهوي انسحبوا. اوكي اخدت منهم واحد منهم اخدت منهم الدبابة اكتملت المهمة. اوكي يا شيف انا شايف حد ركب الدبابة جواه. هنري ها هنري انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتعمل ايه بالدبابة؟ التبات خافوا بس عملت نفسه ميت. دي كانت خطة. يا لهوي خطة المعلمين والله خطة المعلمين. تبات فور ليفت تبات فور ليفت. دلوقتي احنا هنبدأ اخر قصة واخر حلقة بالظبط هو حلقة الخيانة. لما انتوا شايفين هو الزرار ده بس وبيحكي لك عن حكايه الخناقه اللي انت عملته ان ايه عصابه الطبات انقذوك بس قائد الطبات الاولاني قائد الطبات او زعيم العصابه الطبات هو غدر بيك في الاخر. بصوا هنبدا القصه دي بالكامل يا مسهل. اهو بص اللي حصل غدر بيا زي ما انتوا شايفين. اوه يا لهوي ده وجع حتة وجع من برج الحيطة. يا لهوي على المنظر شفتوا وجع ازاي؟ ايه ده؟ انت مين كمان؟ بعد ايه؟ يا لهوي جسمه يا لهوي يخرب بيته زعيم العصابة. شفت حولوا ايه هنري؟ يا لهوي ده امتلك يد ايرون مان. يا لهوي شمه بيجي ايه؟ اتكسر. You had run in with وجع حتة وجع كان هيموت على الفكرة. I've encountered them before. You see, you're still healing. انت لسه متعالجتش. هتعالج ايه ولا ايه؟ كده كده عايز اقتله. 10 ساعات بالظبط. ده انت بتتعلم بسرعة. ايا يكن المهم انتجم. حظ سعيد.
والله العظيم عايز انتقم من دعم العصابة. I'm thinking once we arrive we should be able to. مش هسيبك هنري. اوكي الدراع اليمين خلص منه. اللحظة الاخيرة استعد على الانتحار. ممكن يدنا يتحول لسكينة في المسدس وفي كمان سبريت. سبريت انا ممكن اختار ايه؟ المسدس. اهو حولت يدي. يا لهو على السلاح، سلاح متكامل. ودي مدفع اوباز. يا لهوي قلت جوجو كامي هامي ها. يا لهوي أنا... واو كان معلم انمي على الفكره. خد بالكم بيجيب الترجمه بالانجليزي وصوتهم بايه بلغه تاني انمي. بوتلينج تا بوتل تايم جزاز الزمن. اوه والله ممكن يغير يوقف السبريت بتاع هنري. ولا فاهم منه اي حاجة. يقول قولي لالا قولي قطا. يضرب يضرب يضرب. يا لهوي اها سبتوش. كان قصدك الثاني. سال فيل. يا لهوي What is happening? قل عطل. يلا. اوبا رجع عادي. مستحيل اذا عملت كذا حولت عادي. قد ده هينتهي. عجبني شكل سفينة التوباس. بس والله مش هسيبه زعمل الدراع اليمين. ودي. اوبا. فاشل. والله غبي. انت ما قال على شخصيه هنري حاجات كتيره. اقول لك اعمل ايه؟ قال له لو وقفتني ممكن توقف، لو وقفت هنا ممكن توقفني انا. فاشل. شفته؟ عشان السبريت خبص قال لو وقف الزمن على السبريت ممكن يقتلني انا. لو قتلني ممكن ينهي السبريت. فهو دلوقتي احنا هنختار السكينه. طيب. استعد للذبح. كله كله ذا سيف. هيا ناكل نتحداه. اوبا. يا لهوي. يا لهوي. يا وي. مطيرني بعيد. وفين؟ انت انتهيت. هيذبحني. هيذبحني. خدي. جبت في عينه. يا لهوي الخنجر راح بس انا جبته في عينيه. والله كان هيوقع بس. يا لهوي خد من فنيه. يا انت يا انت اعتبر نفسك ممسوح. طيب ممكن انا هسحب الليزر وفي مضرب البيسبول وفي كمان القوه دي وايت تايب موف لو نسحب الليزر. الله ولا ده ليزر. اسحب. ده انفجر. استنى بلاي اوف ذا جيم. اه كنا بنلعب الدراع اليمين قدام هنري. وش اللي هيحصل؟ يا لهوي انا ما اقدرش العب الالعاب دي. بس انتوا بصوا انا المستعمل بتاعه بيحاول يسحبه بس. يا لهوي قتله. يا لهوي على الدراع اليمين. هنستعمله ايه؟ البيسبول. مضرب البيسبول. خدي. طيرت الليزر بعيد. ايه ده؟ رجعت للورا. يا ساتر هوم رن. الواي تايب موف. هنستعمل الواي تايب موف. واو بيج بلاست. يا الله هننهو الدراع اليمين. يا بيج ده شل اكبر ليزر. ايوه ده شل راس السفينه كلها. الدراع اليمين اتهزم رسمي. اتهزم رسمي. دور زعيم العصابه بس السفينه بتتدمر.
اوبا فقط التوازن. لازم نخرج من هنا. انت بتفكر نفسك بتعمل ايه؟ يلا عندنا ثلاث اختيارات، هنستعمل الايرشيب ولا نرموه ولا نكتفوه. بص هنستعمله ايه بعدين لحظة. هنستعمل الايرشيب اهو بعيد بسرعة اهو. وقفنا عند الصاروخ. يا لهوي مش هسيبك يا لهوي. حار ايه ده؟ جاب لي ثلاث وشوش. لا فين احنا نرموه اهو. هنعملوه زي ما عمل لي. يلا في داهية. ها ايه ده؟ عندي باراشوت. اللي في السفينة اهجم على اللي جوه القيادة. يا لهوي ده شالوه شيل. نختار ان احنا نكتفوه في حتة بعيد عني. يلا خليك محشور بقى. هو ده اللي انت عامله؟ كنت افكرك اكتر من كده. هتسيبني لوحدي؟ اوبا هنموت مع بعض؟ ما اتفقناش على كده. يا ساتر يا لهوي. والله لو ضربة تجيلة وربنا. زي من العصابة مثلا. انت اتخلصت الكل، جتها الكل. زي من العصابة مات. ميشن كومبليت. هنري لا، السفينة والصاروخ اتدمر في نفس الوقت، كلهم ماتوا. اخر واحد فضل هنري. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. هنري مات في الاخر. الانتقام انتقم في الاخر. والله يا هنري الله يرحمك يا صاحبي. على فكرة كانت نهاية حزن وربنا، خسرنا هنري في الاخر. شفت النهاية وصلت ليه؟ ان هنري مات بعد ما اخد حقه. بعد ما اخد حقه في الاخر مات. الله خسارة كبيرة لصاحبنا. بس في حاجة عايز اقولكم، ازاي تغيروا كل حاجة. افتح الخريطة. لو انت انت عارفين اختاروا حكاية التوبات. بص هتجيب ايه؟ اختيارات بتعود قوة الفوضى. بص شايفين الورقة دي؟ ممنوع تدوس على البتاعة دي، البتاعة دي السرية. اهو ممنوع تدوس، ممنوع. في زرار. انت عارفين لو عملت حركة الفشل او الكسبانة او اي حركات اللي انتوا نفسكم فيه، هفتح لكم زرار ده، زرار الاصلاح. يلا بينا ندوس عليه. توكلنا على الله، توكلنا على الله. دوسنا عليه. هيعمل حاجة. وايه يا ترى؟ بينزل. يلا يلا 99% بسرعة. 100% تمام. اي حاجة، انذار ولا غير. يلا ايه ده؟ ده نفس السجن، فاكرينه؟ صندوق الكيكة اللي انا اخدته هربت بيه باي حاجة. ديف حاجة كده لهنري، المجنون اللي اسمه هنري. ايه ده؟ حاطين تان كمان. شكرا for enjoying the Henry this years. كل السنوات. شفتوا بعد ما مات غيرت كل حاجة في النهاية. المهم كانت اخر حلقة بالظبط. طب يا جماعة هنوقف لحد هنا. لو عجبك انا هوقف لحد هنا. لو عجبك الفيديو متنسوش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه جديد معانا. دي كانت اخر حلقة من لعبة ذا هنري ستيك مان بالكامل. اشوفكم المرة الجاية مع فيديو جديد. يلا سلام.